الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان أنا وجاري غير المسلم. ركزوا معي قوي، فاكرين وقفنا على إيه في الحلقة اللي فاتت؟ وقفنا على أننا قلنا انتهينا بقى من موضوع السلام، إلقاء السلام ورد السلام. طيب لما جه حتى أنت أقنعتني أقول بقى، أما يقول لي السلام عليكم وتبينها، أقول وعليكم بس ولا وعليكم السلام؟ وبينا الأمر بالدليل بإذن الله جل وعلا. وجينا ندخل بقى في نقطة تانية بقى، خلصنا من السلام، خلاص ما يقابلني بقى كل يوم هو وشه في وشي أو معايا في المكتب، السلام عليكم وعليكم السلام، أو أنا أقول له السلام عليكم أبدأ أنا ويقول لي وعليكم السلام. وقفلنا على دي بإذن الله جل وعلا بالأدلة، مش بالصدر ولا بالجهل، خلي بالكم معايا. يبقى نقطة استرحنا منها، أول ما جاري بقى يدخل عليا في المكتب السلام وعليكم السلام، يا أهل، يا مرحب، يا صباح الفل، يا صباح الرضا والسعادة، لا بأس لا بأس لا بأس، خلي بالكم معايا جدا، سواء قدامي في الشقة، سواء قدامي في المنزل، سواء قدامي في المكتب، سواء معايا في العمل، في أي حاجة. ندخل بقى على التانية بقى، ما هو ما بتجيب خطوة خطوة. نيجي بقى للأكل بقى، يقول لك خلي بالك أنا والله يا شيخ عزمك النهاردة. يجي بقى جارك المسيحي أو اليهود، أنا عزمك النهاردة لسبب عندي الست بتعمل أكل بقى ما فيش بعد كده. أنت تقول طب يا ترى هو يجوز؟ هو أنفع؟ أنت جايب لنا إيه؟ لو يا سيدي حاجات نباتية ماشي، أنت جايب إيه؟ يقول لك لا مش نباتي، وده أدرك، داني دبح لك. دبح إيه؟ والله دبح لك ديك رومي، أو دبح لك فراخ، أو دبح لك دجاج، عامل لك كذا، وجايب لك لحمة كمان. الله، يقول لك طيب، طب ما اللحمة دي يا ترى اللي دبحها مين؟ والدجاج اللي دبحه مين؟ أو ديك رومي؟ المسأل الأول، يروح يسأل واحد جاهل. يا عم الشيخ انا في واحد مسيحي جنب مني وعازمني على كذا. اوف اوف، لا لا لا، اوعى اوعى، لا لا لا، ان كان طعميه فول بتاع وكلام دي، يقول له يا عم انا نفسي اتقطع من الفول والطعميه. يا عم هو ما كتبتش الفول والطعميه اللي عليها انا وكده، انا هو عازمني على كذا يا جوز. يقول له لا، يقول له انا بروح يا شيخ ما تعرفش حاجه، يا جوز بملء فيا، يجوز قرآن وسنة، يجوز. تقول لي بس ما تقولش يجوز كده، أصلي الأول. أقول لك أصلي لك، تعالى معايا جدا، دي مش معناها أن الرجل ده كويس وأن لا، ده المسلم اللي سباق في الكرام، والمسلم سباق في إلقاء السلام وفي التحية، والمسلم لأنه صدر واسع ودينه دين الرحمة ودين العفو، لأنه كريم قوي عن الجميع. إحنا بنقوله بس في الحاجات اللي لو جات له بقى، اللي لو هي اللي جات له بقى. يبقى في الحالة دي ركز معايا جدا، في حكم أكل ذبائح اليهود والنصارى بيجوز بشرطين. وخلي بالك واحد يقول لي طب افرض الشرطين مش موجودين، برضو يجوز. يعني ايه جاهلت الحال؟ يعني جاهلت الحال يجوز، بس خلي بالك معي، يجوز بشرطين. أول حاجة ذبح الذبيحة تكون لا بتصعق ولا بتتخنق، ما تجبلش بقى مخنوقة ولا مصعوقة، يكون بتتذبح زي ذبح المسلمين، خلي بالك معايا جدا. فلو قتلها او خنقها او صعقها بالكهرباء، لا 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 ما تحلش بقى كده. طب انا اقول لك ده حتى بالنسبه للمسلم لا تحل كذلك. يعني افرض مسلم عازمني، ما ينفعش برضه اللي هيقدمه لي من الذبيحه ان تكون يعني مخنوقه ولا مقتوله ولا تكون مع احترامي مصعوقه بالكهرباء. هنا الحكم نفس الحكم، لو مسلم قدم لي نفس الكلام هو لا يجوز. يبقى خلي بالنا مع بعض جدا، شوف انا ببسط لك، ما فيش بعد كده تبسيط. يبقى اول حاجه الذبح تكون مذبوحه، خلي بالك معايا، يعني ايه؟ ما تكونش مصعوقه بالكهرباء ولا تكون مخنوقه ولا تكون ايه كمان، ولا تكون في الحاله دي مقتوله. طيب الشرط الثاني ايه؟ ان يذكر اسم الله عليها. ليه؟ لان ربنا بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تعالى تاني، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الله، طب أعمل إيه هنا؟ طب يعني ممكن ما أقول لك يكون مسمي ربنا على هذه، يقول بسم الله. خلي بالك بقى، واحد يقول لي بقول لك يا عم الشيخ أنا شفت، طب افرض أنا إن جهلت الحال بالنسبة للذبح، ما أعرفش ذبحها إزاي، وجهلت الحال بالنسبة لكان اللي دبحها سمى ولا ما سماش،
أو أنا يا أخي اشتريت دجاج أهو، والدجاج ده جاي من البرازيل أو من الأرجنتين أو من كيت، ويقول لي والله أهو مذبوح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بس أنا ما شفتش هل هو الذبح ولا ذكر اسم الله عليه ولا لا، ما أنا معرفش. بس دول أهل كتاب، دول أهل كتاب يهود أو مسيحيين. خلي بالك معايا جدا، إنني جهلت الحال، إن كانوا ذبح ولا ما ذبحوش، ذكروا اسم ربنا ولا ما ذكروش، يبقى الحكم إيه؟ جاز أكلها. كل هنيئا مريئا، خلي بالك معايا، كل جاز أكلها. وأنا ما أعرفش إن كانت يعني أهو، واحد يقول لي مش المفترض أقعد أبعت رسائل وأعرف الأول وتقصى وأبحث وأعمل، يا أخي يا أخي يا أخي ما فيش الكلام ده على الإطلاق. أنت إن كان عندك يقين إن هي مخنوقة ما تاكلهاش، إن هي مصعوقة بالكهرباء ما تاكلهاش، إن هي ميتة ما تاكلهاش. خلي بالك، إن عندك يقين إن كذا اختل شرط ما تاكلش، لكن أنت ما تعرفش، ما انتش مطالب بقى انك تبحث وتروح وتيجي ابدا، لك تاكل باذن الله، كل وسم انت. واحد يقول لي يعني كلام كده، اقول له لا ده بالدليل، ده من كلام سيدنا النبي. لا انا ولا انت، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى الحكم جاز اكلها ولا يلزمه سؤال عن كيفيه ذبحها. ليه؟ لحديث صحيح. وفين؟ في صحيح الامام البخاري، لحديث صحيح. والحديث فين؟ عشان ما تقول ده الحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 2057. يجوز لي كده إنني أكلها إن جهلت الحال، مذبوحة إزاي ولا سمى ما سماش عليها؟ نعم يجوز أكله بحديث صحيح في البخاري. طب قوله لي في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.